مساء الخير البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا في احسن الاحوال ان شاء الله يا رب. نلقاكم الفيديو هذا بصحه جيده، واول حاجه هي سنه سعيده اللي تدخل عليكم بالصحه ولهنا باش متمنيتو، وتكون ان شاء الله سنه خير من السنوات اللي فاتوا، تكون مليئه بالافراح وبالانجازات في حياتكم وبكل شيء. كيفاشكم البنات بالفيديو ديال راس العام؟ كيفاش دوزناه؟ هكا كنا معبودين عند الاصدقاء ديالنا، ويت علاش من مسؤولكم هكا الليله ديال راس العام كيفاش دوزناها. نودو السنه هذه ان شاء الله يا ربي، نتمنى السنه اللي دخلت تلقانا ديما مجموعين مع الحباب والصحاب وكل شيء. هنا بنات كنا غاديين، اخليكم معايا تشوفوا الليله كيفاش. هنا البنات جيت ناخذ معايا هكا شي حاجه، ما جيتش ندخل على الناس هكا بيتي خاويين، جيت ناخذ هكا حلوه ولا كاطو. واخا لقيت زعما مع مشينا معطلين شويه، لقيت كلشي خرج، بقاو هكا غير شي وحيدات هكا اللي باقيين، وخليكم مع الفيديو. وصلنا، راكم عارفين الجماعه ما كتحلى غير على كويس تاعتي، كيف كتشوفوا دخلنا حتى انا هكا بلادي تاعتي كلسين كنقلقوا عليه الناب مع هكا حليوه اللي خديت مع شويه تاع هكا، وما عارفين مكسره داك الحاج اللي كنا رافقوا حنا المغاربه مع اتاي، وجلسنا هكا كنقلقوا عليها الناب. راكم عارفين دو 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 دو, 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 دو حنا العيال ما كنتقاضوش. وخليكم البنات مع الفيديو. وكانت هذه هي الطبيله ديال العشاء كيف ما كتشوفوا، الصراحه طلعت فينا حنا الله يعجبها الصحه، كلشي مسيول، كلشي جديد، كلشي بنين، زعما ما عندي ما نقول عطاك الله الصحه حنان. وكانت هذه الطبيله دات لنا بنات جيجه هكا محمره مع الروز مع السلطه مع
هكا الكباب كيف ما كتشوفوا اهم حاجه البنات هي اللمه، ماشي ضبابين الماكله. خلاص هنا كما كتشوفوا بعد ما تعشينا وسالينا جلسنا مع التلفازه جلسنا البنات مع التلفازه، لقيت دارتو حنان صراحه الله يعجبها الصحه كيف ما قلت كل شيء الجيد، والتحليه كيف ما كتشوفوا جلسنا البنات سهرنا عليها، وخا هادشي كامل كتشوفوا غادينا قبل 12 بقينا كل هاجي والطاش مازال ما بغاش توصل، وهكا كان الفيديو ديالنا. كان البنات هاجي هي النهايه ديال الفيديو، كنتمنى يكون عجبكم، شاركت معكم المذكره ومقتطفات من راس العام كيفاش دوزناه، واهم حاجه هي تلمينا مع ناس جداد، تعرفنا على ناس جداد، جلسنا دونا جليسه مغربيه 100% لا الماكله لا الجليسه، داك الشيء درناه مغربي وجلسنا شطنا ضحكنا كيف ما قلت لكم، وهكا كان الفيديو، هكا دوزنا راس العام. وكنشكر بزاف حنان والزوج ديالها على العباده وعلى الاستقبال اللي داروا لينا، والى اللقاء بالناس في الفيديو القادم ان شاء الله.